بعد أن كان قطاع النقل يعاني العديد من العراقيل كالمشاريع المتوقفة والاستثمارات المجمدة في مختلف الميادين، يتجه القطاع لفتح آفاق جديدة والرقي بقطاع النقل بتدابير استعجالية. قطاع النقل سوف يرقى إلى مستوى التطلعات الناشئة عن التطور الديموغرافي الملحوظ أو التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في ظل الامتثال الصارم للمبادئ الرئيسية المنصوص عليها في المخططات الوطنية. أوراق رابحة تنتظر التجسيد من قطاع النقل وإصلاحات وجب القيام بها على مستوى النقل الجوي، البحري وكذا البري. رغم العديد من الاستثمارات التي استفاد منها القطاع، غير أنه ينتظر منه رفع التحدي والوصول إلى مستوى التطلعات الاجتماعية منها والاقتصادية للبلاد.